من جديد أرحب بكم سادتي المشاهدين الكرام. إذا ضيفي لحلقة هذه الليلة الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية. مرحبا بحضرتك دكتور إياد علاوي، أسعدنا حضور حضرتك اليوم ويانا. شكرا لكم. إحنا خلينا نبدي بالمبادرة اللي أطلقتها جنابك فيما يتعلق بحل الأزمة بين بغداد وأربيل، حل أزمة الاستفتاء إذا صح التعبير. بداية دعني أسأل حضرتك على ماذا تحتوي هذه المبادرة، ما هي النقاط الأساسية لتنفيذ هذه المبادرة؟ نعم والله، هي النقاط الأساسية بصراحة أولا تأجيل نتائج الاستفتاء، يعني عدم الإعلان عنها، وفعلا هذا استجاب للأخ مسعود وقال خلينا نأجل سنتين أو أكثر. عدم التعاطي مع نتائج الاستفتاء، عدم التعاطي وعدم إعلانها، حتى ما أعلنت هي نتائج الاستفتاء. المفوضية فقط أعلنت، بس المفوضية، نعم. بس الحكومة ما أعلنت شيء. ثانيا أنه تخضع قضية كركوك والمناطق المختلفة عليها إلى الدستور المادة 140. نعم. ثالثا أن يجري حوار مباشر ما بين السلطة الكردية والسلطة العراقية، سلطة بغداد، السلطة العراقية الاتحادية، حوار مباشر لإزالة الإشكالات التي تسببت في هذا الموقف. رابعا أن يرافق هذا الحوار حوار آخر أطلقت عليه لقاء وطني يضع النقاط على الحروف فيما يجب أن تكون عليه خارطة الطريق، طريق العراق إلى الأمام. لقاء وطني شامل تقصد حضرتك؟ نعم. يعني يضم لتعديل مسارات العملية السياسية. أنا تشخيصي يعني أنا واقعا أنه هاي الوسائل الدصير هي بسبب إخفاق العملية السياسية في أن تضم شرائح المجتمع العراقي بالكامل وبالتساوي. يوم تشوف اكو ازمه ويا السنه، يوم تشوف اكو ازمه ويا الشيعه الوطنيين المدنيين، يوم ازمه ويا الاكراد، يوم ازمه ويا المسيحيين، يعني يوميا ازمه اكو شكل، كلها بسبب اخفاقات العمليه السياسيه. وطبعا يعني الفقره الخامسه بهاي ان هذا اللقاء المباشر اذا تم الاحتياج تكون الامم المتحده مو هي ضامنة لأي أي شيء، باعتبار العراق عضو في الأمم المتحدة، عضو في منظمة الأمم المتحدة، وأن لا تكون هناك شروط وشروط متبادلة عدا أن تجري هذه الحوارات ضمن سقف الدستور ووحدة العراق، أن العراق يكون بلد اتحادي ديمقراطي موحد. هذا اللي متفق عليه من أيام المعارضة إلى حد الآن. هاي هي المنطلقات. على الرغم دكتور من أن السيد مسعود برزان رئيس إقليم كردستان قد رحب بمبادرة حضرتك وطلعنا على هذا من خلال الرسالة اللي وجهها لجنابك، لكن رد بغداد لم يكن إيجابيا. الحكومة السيد العبادي قالت بأننا لن نتعامل مع مخرجات هذه الوساطة ولن نحتاج أصلا للوساطة. والله إحنا لا نسويها للعبادي، إحنا نسويها للعراق. يعني أنا هذا بادرت به من أجل العراق أولا، ثانيا فعلا ما جاوبت الحكومة ولم تتجاوب لحد الآن، وهم ماذا يشترطون؟ أنه تعال ألغي الاستفتاء وقول أنه الاستفتاء باطل. أنت يعني هذا صعب شوي سياسيا، صعب يعني. خصوصا بعد أن أجري، خاصة بعد أن أجري الاستفتاء، والحكومة تحمل مسؤولية كبرى الحقيقة في الإخفاق في هذا الموضوع. الحكومة الحالية تقصد الحكومة؟ لا 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 لا، الحكومة الحالية. شلون دكتور؟ الأخ مسعود طرح موضوع الاستفتاء في شهر شباط الماضي، يعني 9 أشهر يمكن صار. تمام 9 أشهر تقريبا. زين الحكومة يعني غير شغلها، هي تتجي عليه، هو سلطة إقليمية إقليم كردستان، هم سلطة اتحادية ثم العراق كله، يجي عليه أخي شنو قصتك أنت، شنو شتريد؟ فكان ممكن تدارك هذه الأزمة من وقت مبكر. وكنا نعرف أنه كانت تصعد وتنزل العلاقة ما بين بغداد وأربيل، يوم شتايم ومسبة وكذا، ويوم تراضي ومحبة وإلى آخره. وإحنا مدى نتحدث عن شيء بالفضاء، نتحدث عن ضرورة وحدة العراق وسلامة العراق، ونتحدث عن هذا الدستور اللي هو دستور سقط، حقيقة سقط، دستور غير مؤهل، يعني دستور مقسم للعراق وليس موحد للعراق، لكن هو هذا الوثيقة الوحيدة الموجودة بالبلد، أنه هاي المناطق المختلف عليها تخضع إلى الدستور العراقي المادة 140.
فما بيشيل مبادرة بيها بس يعني ما هو سبب دكتور لعدم تعاطي بغداد بشكل إيجابي مع مبادرتكم وربما مبادرات أخرى؟ يبدو أن السيد العبادي يطرح رؤية يقول بأننا نريد أن نطبق الدستور ونطبق القواعد القانونية بدون اللجوء إلى وساطات وشيء من هذا القبيل. والله إحنا ما بدنا نتوسط يعني ما طارح نفسي وسيط بين الحكومة، لأن أنا ما هو الحكومة ولا ما يعني. وبالأصل ما كان أكو تنسيق ويا الدكتور العبادي قبل الذهاب مثلا تنسيق بخصوص إطلاق هذه المبادرة؟ لا 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 لا، أنا أتصرف بحكم واقعي سياسي يعني، بس أحاول أن أساعد يعني. هاي الحقيقة اللي سويتها هو مساعدة للعراق أولا وثانيا للحكومة الاتحادية لرئاسة العبادي والحكومة تقليم كردستان يعني، وخاصة من مسعود أجاب برسالة واضحة أنه هو راح يأجل هاي نتائج الاستفتاء ويتعاطف ويا الطرح. أنا أعتقد الحكومة غير متجانسة، وهناك تأثيرات لربما على العبادي. أنا ما أعرف، ما أريد أدخل بها التفصيلات الحقيقة لأن ما أجهلها، لكن اللي أعرفه أنه هناك بعض الأوساط الحكومية خاصة من التحالف الوطني تحاول تصعيد الأمور إلى حد الصدام، وهذا ما يصير يعني. إحنا إلى متى نبقى نتحارب؟ ذاك اليوم مجازر في هذا داعش وغير داعش، وقبلها بال2011 من صارت الاعتصامات ببعض المحافظات والاعتداء اللي صار عليهم، وحولوها من مظاهرات سلمية مطلبية إلى اتهامات. راح نحكي دكتور عن احتمالية أن تصل الأمور إلى مرحلة الصدام لا سامح الله، لكن دعني أسألك أن المشاكل المتراكمة بين بغداد وأربيل هي مشاكل عميقة، لها عمق، لها جذور ربما حتى قبل عام 2003. البعض يقول بأن قدرة الأحزاب الحالية الموجودة على السلطة ضعيفة أمام حل مشكلات مصيرية وتاريخية مثل مادة 140، مثل المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى النتائج العكسية من الصراعات اللي تحدثت بها حضرتك، انضافت إلى المشاكل النازحين وأشياء أخرى من هذا القبيل. تعتقد أن الحوار الشامل، خصوصا أنه احنا جربناه عدة مرات، ممكن أن يؤدي إلى حل مشاكل مصيرية من هذا النوع؟ والله أنا شخصيا أعتقد أنه بعد هذا النزف والتراجع اللي صار من 2003 وجاي، والدمار اللي حصل والجرائم اللي ارتكبت في العراق من قبل الارهاب، يوم الزرقاوي، يوم البغدادي، يوم كذا، يوم الى اخره، وتراجع الدوله العراقيه وفشل العمليه السياسيه في احتواء الشعب العراقي كله وشرائح المجتمع العراقي، ووصولا الى ان تحقق هذه العمليه دوله المواطنه اللي يتساوي فيها الجميع، السني والشيعي والمسلم وغير المسلم، يتحول الى مواطن، هو مواطن، يصير مواطن، هاي دولة المواطنة، هاي ليست دولة المكونات وليست دولة الطوائف ولا دولة العشائر، هاي دولة المواطنة. هذا احنا انا شخصيا مؤمن به من كنا بالمعارضة. الفشل هذه العملية السياسية، كل من يريد يغطي على فشله فيغطي على الفشل بتصعيد وتسخين المواقف وليس بالاعتماد على الحوار والمناقشة البناءة. أنا أعتقد المجتمع العراقي الحقيقة أصاب الكلل والملل من هذه الأوضاع ومن العملية السياسية، والدليل على ما أقول أنه المرجعيات الدين كلها بدون استثناء، يعني شيعة، سنة، مسيحيين، صابئة إلى آخره، يقول لك إحنا نريد دولة مدنية، نريد الخروج من المحاصصة، نريد كذا كذا كذا، هذا لأن هذا صار نبض الشارع، والأجيال الآن الموجودة واللي تتكون يعني ما تفتهم هذا كان والله مناضل ضد صدام حسين، وهذا كان مدري ايش تريد. عدينا 14 سنة بعد هاي صارت، رحم الله والديك، تريد خبزها وتريد كرامتها وتريد رفاهيتها وتريد استقرارها وتريد أمنها، يعني هذا كله مفقود يا أخي. فلهذا يعني أنا أعتقد أنا من قبل سنة اطرحت موضوع اللقاء الوطني قبل ما تنطرح هاي مسألة الاستفتاء أبدا قبلها، وطلبت من الأخ رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة تحضيرية ويدعو إلى لقاء وطني لبحث خارطة الطريق كيف يتوجه وإلى أين سيسير العراق. وحتى قبل ما القضية داعش، قبل الحرب يعني، تحرير القصبات والمدن والمحافظات. هل تؤمن دكتور أن المبادرات الوطنية في الوقت الحالي، مبادرات الحوار،
ماكو خلاف أنه الحوار هو السبيل الوحيد لبلوغ مرحلة الأمن الاجتماعي والعدالة والدولة القوية، لكن البعض يعتقد أنه أحزاب السلطة على الأقل اللي مكونة لمجلس النواب ومكونة للسلطة التنفيذية غير قادرة، وصلت إلى مرحلة عدم القدرة والعجز على الحوار وعلى الأقل الانتقال إلى مرحلة تطبيق الحلول. عزتي عزتي أنا أعطيك أمثلة مثاليا إذا تسمح لي. تفضل. المثال الأول، المجلس النواب وبحسب الدستور، هذا الدستور المهلهل اللي كتب على عجالة، فشل إلى حد الآن في إقرار أو تشريع قانون للنفط والغاز، فشل في إقرار وتوزيع فيما يتعلق بتوزيع الثروات المالية، فشل في مسألة المحكمة الاتحادية، فشل في أقدر أسوق لك مجلس الخدمة الاتحادي، المجلس الاتحادي. فإذا أكو خلل من يفشل هذا المجلس وهذه العملية السياسية في أداء ما عليها، علما بأن الدستور بالدرجة الأولى كتبوا جهتين، الأخوان الأكراد مع الأخوان الإسلاميين الشيعة، هم ذول الثلاثة الجهتين كتبت الدستور. وأنا أذكر الفصل النهائي كان الأخ مسعود مشارك به، والأخ جلال، والله يرحمه عبد العزيز حكيم، والله يرحمه جلال طلباني، وكان يحضر السفير الأمريكي، وأنا حضرت اجتماعات، ولكن أنا اصطدمت في مسائل مهمة وقطعت الاجتماعات واحتجيت على كتابة الدستور بهالسرعة. هذا مثال عن عجز العملية السياسية، وسبب العجز باعتقادي هو الأفق الجهوي استحوذ على العمل السياسي المكوناتية، العمل السياسي المكوناتي والطائفي. أسأل دكتور إذا تسمح لي حضرتك، إذا كانت هذه الأحزاب عاجزة والدستور عاجز، إذن ما فائدة إطلاق المبادرات؟ ما فائدة أن نجلس أصلا على الحوار؟ ماكو غيرها، لأن إحنا نخاف أن العراق يتجه نحو الصدام الداخلي، وهاي تقع الكارثة هنا، ترجع نفس الطاس ونفس الحمام، ترجع لك داعش وماعش، وترجع لك القاعدة وغيرها وغيرها، وتبدي ميليشيات وعصاب شيء يسلبون الناس بالشوارع الآن. بصراحة أعطي مثل آخر، بالشهر آب الماضي 2016، لو 14 لو 16 بالشهر آب الماضي، كتبت رسالة إلى كل القادة السياسيين، أقول لهم عملية الإصلاح تكمن في انتخابات لا تقل نزاهة فيها عن 65%، يعني مو 70 مو 80 65%. وهذا يعني أنه انتخاباتنا اللي صارت أقل من هذا الدرجة بكثير يعني. وحددت أربع نقاط. أولا، تأجيل مجالس المحافظات إلى تتزامن ويا مجلس النواب، وهذا بالنتيجة صار كأمر واقع مو بقرار، لأن المحافظات طارت بيد داعش. اثنين، إلغاء المفوضية الحالية واستبدال المفوضية الحالية بمفوضية جديدة تعتمد على القضاة من العاملين ومن المتقاعدين. وثالثا، سن قانون جديد للمفوضية. ورابعا، سن قانون جديد للانتخابات يحاكي الواقع العراقي، مو يومية جايبين سانت ميشيل وسان ليغو وسان مدري ايش من القصص هاي. وهذا كل المصاري هذا 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 بآب الماضي قبل اكثر من سنة وشهرين. الى حد الان يدور الموضوع في حلقة مفرغة وغير قادرين على اتخاذ القرار، علما بانه كل أهم القادة السياسيين أجابوني بالموافقة على مبادرة، هاي المبادرة في وقتها، كل يعني بدون استثناء، باستثناء الحزب الإسلامي قال والله إحنا نحتاج ندرسها أكثر هاي القضية، بس البقية كلهم يعني الأخ المالكي أجاب، السيد سمحة السيد عمار، الأخ المسعود. لا لا لا، لم يترتب شيء دكتور على إجابات. ما صار شيء نهائيا. طبعا أنت عليك بالنسبة أن يعني أي مواطن عراقي يؤمن بالعراق وسلامة العراق أن يبقى يطرح مبادرات، لأن إحنا ما نمتلك، إحنا موظف ما عدنا بالحكومة، موظف واحد ما عدنا. تمام. أقول القادة السياسيين واقعا ظاهرا يوافقون على مثل هكذا مبادرات، أن تكون الانتخابات نزيهة، أن ننتقل إلى مفوضية انتخابات ونظام انتخابي بديل، لكن بالتطبيق ما تصير. لا، وضعت العصي أصلا في. تمام. هو شنو الخلل يعني من إطلاق المبادرة والموافقة هذه المسافة إلى التطبيق، ما الذي يتغير دكتور؟ والله المصالح، هي المصالح الحزبية أو المصالح الشخصية،
أو إذا أردنا نحسن الظن عدم وجود تصور ورؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه العراق. وإحنا من قلنا العراق بلد ديمقراطي يفترض أنه تجري الانتخابات بشكل نزيه. أنا سويت انتخابات ما تدخلت بقيد شعره في عام 2005 في عام 2005 أي بلي وأنا عرض علي أن أدخل بالتحالف كان اسمه الائتلاف الوطني الموحد وأقبلت أنا قلت لهم أنا مو شغلي أنا والسبب أنه رفضت أن تقسم الأحزاب على أساس طائفي وقومي أي طبعا هذا الرفض بلي. الأساسي نعم الآن إحنا على البعض يقول على أبواب صراع ربما يكون وربما تكون شرارة الأولى لهذا الصراع هو كركوك مثل ما تفضلت حضرتك. أولا كيف تقرأ المواقف المتبادلة بين الطرفين؟ قبل يومين أعلن مجلس الأمن في كردستان أن هناك خطر داهم على كردستان من القوات العراقية، ردت الحكومة طبعا بالنفي وقالت بأننا لا نقاتل مواطنين في كردستان، لكن هل تعتقد أن هذا الصراع جدي حقيقي اقترب فعلا من الحقيقة؟ والله هي عناصر اللي قد تؤدي لا سمح الله إلى صراع مسلح موجودة في كركوك خاصة، وكركوك تمثل الخطر الأوسع والأكبر على احتمالات أنه تندلع صراعات مسلحة، يضاف إلى أنه هناك قوى غير منضبطة حكوميا موجودة في أطراف كركوك وفي كركوك من حسب نفسه على الحشد الشعبي. الحشد الشعبي بجزء مقاتل وجزء حسبوا نفسهم على الحشد الشعبي، هم أبرياء عن الحشد وما لهم علاقة بالحشد الشعبي. وكركوك هي منطقة ساخنة أساسا، يعني منطقة صراع واحتكاك، هي منطقة صراع ومنطقة إشكالات ومن زمان يعني، ولهذا عالجها الدستور بالمادة 140. فالمبادرة اللي أنا أطلقتها هي الأسباب التالية: أولا خوفا من حصول نزاعات وتعقيدات في الوضع العراقي أكثر ما هو معقد، ثانيا إيقاف التدخلات الأجنبية وخاصة من دول الجوار في الشأن العراقي، لأن يا أخي ما قبضنا منهم غير الدمار والخراب، وثالثا أنه نفسح مجال أمام حوار وطني حقيقي يصل بالعراق إلى نتائج طيبة فيما يتعلق بأي مشكلة تعترض العراق في مساره وسفره. هاي الأسباب. ونحتاج إلى تغيير النهج الآن واقعا. التحالف الوطني هو صاحب الحصة الأكبر في إدارة الحكم بالعراق، وربما بعض القرارات الاستراتيجية تخرج من مطبخ التحالف الوطني. التحالف الوطني يقول إحنا ما مؤمنين إنه منهجنا غلط حتى نغيره، البعض يدعوهم إلى تغيير النهج في التعاطي مع السنة، مع الأكراد، مع القضايا المصيرية بالوطن. إلى غاية الآن التحالف الوطني يقول بأننا لا نقتنع بأن نهجنا غلط، نحن ديمقراطيين نتعامل وفق الدستور. ديمقراطيين شفنا من نتائج هذه الديمقراطية، شنو هي النتائج شفناها؟ أنت تتفق يعني مع من يطالب التحالف بتغيير نهجه؟ طبعا أنا مو بس أنا بالمبادرة قلت ما يجوز للتحالف أن هو ينفرد بالحوار مع الأكراد، هذا مسألة وطنية تهم كل العراقيين، مو بس قوة تهم الحركات الإسلامية بالتحالف الوطني، هاي تهم كل عراقي مسيحي مسلم تركماني كردي عربي إلى آخره، سني شيعي في الكل. فلهذا الانفراد بالقرار والتفرد بالقرار اللي هو صار سمة من سمات التحالف الوطني أو أجزاء من التحالف الوطني، ما أريد أقول التحالف الوطني كله، ما تقلقك وهذا التفرد والتفرد بالقرار لن يفيد العراق وإنما سيدمر العراق ودمره. وهذه المظاهر والمظاهر الآن بدنا نشوفها فيما يتعلق بعودة النازحين وتطبيع الأوضاع في المدن هي هاي من مساوئ سياسة التفرد بالقرار. بالنتيجة دكتور، ما يقلقك أنه التحالف الوطني بوضع الحالي لا يبادر باتجاه تغيير المنهج فعلا؟ ما تعتقد أنه هي هاي عصب المشكلة الأساسية؟ هي طبعا هو على هذا العصب، وهذا العصب حتى ما حكيت لحضرتك يعني من كتب الدستور مسعود البرزاني وعمار الحكيم وجلال طلباني رحمة الله على الاثنين الآخرين، إذولا هم اللي كتبوا الدستور. هل فعلا ساوم الشيعة في حينها كما يقول بعض القادة السنة قايض الشيعة السلطة مقابل أن نمنح الصلاحيات لإقليم كردستان التي تمهد للانفصال؟ والله ما أدري، مع الطبخات السرية ما أعرف، ما عندي اطلاع عليها، بس أنا أقول لك بصراحة الاستعجال بكتابة الدستور ما حصل بال2010
كان حقيقة شيء مخجل للعراق ولأي عمل ديمقراطي بالعراق. وللأسف اصطفت مع التحالف الوطني إيران وأمريكا في هذا الموقف. ويمكن لو سمح للعراقية أن تمارس دورها الدستوري وحقها الدستوري في استلام مو شرطاني بس أي واحد من العراقيين يصير رئيس وزراء، لربما كانت الأمور تتغير، يعني ما تمشي بها الطريقة. عند إيران وأمريكا دكتور، اسمح لي أن أذهب إلى فاصل وأعود وأفتح مع حضرتك ملف إيران وأمريكا. سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحوار. مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. أعود لضيفي الكريم الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية. مرحبا بحضرتك دكتور من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي بشكل عام وخصوصا في استفتاء إقليم كردستان. دعني أبدأ أولا من موقف السلطة في إقليم كردستان، وأقول أن البعض يعتقد بأنه السيد مسعود برزاني والأحزاب الكردية تعول كثيرا على المواقف الدولية والإقليمية أزاء ذلك، ويقال أن تركيا وأمريكا واقعا لديهم موقف آخر مخفي عن الموقف المعلن حاليا. هل تتفق مع هذا الاتجاه؟ لا، ما أعتقد. أنا أعتقد أيضا بالمقابل لا تركيا تمتلك الرؤية الكاملة وما عندها الحقائق الكاملة، ولا أمريكا أيضا. بس أمريكا ما تمتلك الحقائق؟ لا ما تمتلك الحقائق. أمريكا ما تمتلك. أمريكا مسلمة الأمور إلى شخص مسؤول عن ملفات الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالإرهاب، وهو تقريبا ماشي السياسة الأمريكية من أيام أوباما، هو هذا موجود. وحقيقة ما عنده إدراك كامل للمشاكل بالعراق وكيف تسير الأمور. ما عنده إدراك كامل لها أبدا. معقولة أمريكا الدولة العظمى تتعامل مع ملف؟ معقولة كلش معقولة. شو ما أعرف، إلى حد الآن ما في سياسة تتعلق بالعراق وإلى آخره. حتى هاي قصة القضية الفلسطينية، قضية كوريا، غيرها، يعني حتى المشاكل العالمية حتى مع روسيا الاتحادية، يعني أكو عدم وضوح إلى حين تستقر المؤسسات الأمريكية. وتدري منها انتخبوا هذا ترامب، إلى حد الآن ما استقرت المؤسسة، ومية واحد طالع واحد خاش واحد إلى آخره. التدخل الإقليمي الدولي ما يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، لكن يؤثر دكتور. هو ما يخدم العراق لكن يؤثر على القرار الداخلي في العراق. يؤثر بالتأكيد. يؤثر لأن العراق بعد ما صار الدولة الناجزة الكاملة ذات المؤسسات القادرة، فيعتمد على الأمريكي ويعتمد على التوريه. تعرف حضرتك في مسألة داعش، وين أكو جيش قاتل؟ جيشنا قاتل بس ما يكفي جيشنا. جيشنا بعد جيش بعد فتي. لولا دخول الدول 30-40 دولة بالتحالف، ما تحالف الدولة هذا لا بأس، بس نوباتك وتدخل آخر سلبي بالانتخابات وبالقرار السياسي. هو من يتدخل بهالشكل هو عدة شروط، هو ما يتدخل محبة بوجوهنا، غير عدة شروط أخرى، يعني يكون له رأي بالموقف السياسي. هل تعتقد أن تركيا من الممكن أن تغير مواقفها تبعا للمصلحة، أم أن هذا الأمر يتعلق بأمنها القومي وأمنها الوطني ولا تسمح أصلا؟ لا، هم عندها مصالح تركيا. ممكن أن يتغير موقفها؟ طبعا، لأن عندها مصالح. يعني ما يعني هسه مثلا إذا تذكر حضرتك قبل سنتين الهوسة قامت على مسألة دخول الجيش التركي لا بعشيقة، واحتلال وما احتلال، شو هسه هدأت القضية وبعدها القوات موجودة. وهذا يحركها المصالح برأيك؟ أكيد لا. الأمريكان لغاية الآن يقولون بأن موقفهم الوحيد من الاستفتاء أنه على إقليم كردستان تأجيل الاستفتاء، لأن هذا الأمر يشغلنا أو يشغلنا عن الحرب على داعش. هذا الأمر مقلق، يعني أنه الأمريكان بعد الحرب على داعش سيوافقون على انفصال الأكراد؟ الأمريكا الآن تفكيرها محصور بداعش فقط، ما لهم لازم بالبقية. حتى الحقيقة العراق تراجع في الشاشة الأمريكية أهميتها، يعني وإذا نستعرض التاريخ الأمريكي نشوف أنه هم تحركهم مصالحهم حالهم حال أي دولة أخرى، سواء في إيران، في الثورة ضد الشاه، في الموقف من الشاه، في موقف مع ماركوس، في المواقف كثير، في موقف السودان ويا النميري وغير النميري. فنشوف أن الدول كلها دائما تحرك بمصالحها، إلا العراق لا يتحرك ضمن مصالحها مع الأسف. نعم، خلينا نتحدث عن الموقف الخليجي. الموقف الخليجي وصف ببرود
تجاه وحدة العراق. يعني السعودية كأنما ترجت السيد مسعود برزاني بتأجيله فقط، يعني ما أعلنت رفض واضح. الإمارات ترددت كثيرا بإعلان موقفها. هل تعتقد أننا بإمكاننا أن نصف هذا الموقف بالبرود الخليجي أزاء وحدة العراق وبقاء أراضي سالمة بهذا الإطار؟ والله معلوماتي هم كلهم مع وحدة العراق وبقوة وبشدة، ومعلوماتي أيضا أنه هم الآن يواجهون مخاطر تتعلق بأمن الخليج في اليمن وفي البحرين وفي سوريا وفي ليبيا وإلى آخره، هم داخلين هناك بقوة يعني. وتعرف حضرتك أيضا الوضع العربي كسر من اهتزت الدولة العراقية وانتهت من أيام الاحتلال الكويت، من احتل صدام الكويت، وبعدين لحقتها سوريا ولحقتها مصر، اهتزت الأوضاع في مصر بالرغم من أن مصر تمثل العمود الفقري للأمة العربية. هذا خلى يعني الخليجيين ينصرفون إلى مشاكلهم المباشرة، ما يجون على مشاكل أخرى، وخاصة هم يعني الدبلوماسية السعودية، أنا أعرف الوزير الخارجية السعودي يعني أكثر مرونة من غيره، ولهذا هو يتحدث عن أنه والله أجلنا، إحنا نطلب من مسعود التأجيل، وليس لأن كل جهدهم الآن منصب في مسألة اليمن وفي مسألة البحرين وفي مسألة تضامن مجلس التعاون ووحدة مجلس التعاون، تعرف قضية قطر ومجلس الخليج التعاون الخليجي. ولا يتعدى الأمر هذا التوصيف أنهم انشغلوا بمشاكلهم الداخلية؟ وحدة من الأسباب انشغالهم بمشاكلهم الداخلية، وحدة من الأسباب ما عارفين تسلسل القضية بالعراق، ثانيا ثالثا واحدة من الأسباب أيضا هم يستمعون إلى بعض الدول الكبرى من أصدقائهم مثل أمريكا وغير أمريكا وما يعرفون. ولهذا أنا أعتقد الملك سلمان راح إلى السعودية للإطلاع على وجهة نظر ثانية من الروس، من روسيا الاتحادية. فهاي الأسباب باعتقادي مجتمعة، ولكن هم أنا بحديثي معهم السابقة خاصة أنهم مع وحدة العراق. أسأل حضرتك دكتور بمنتهى الصراحة، المرحوم جلال الطلباني رئيس جمهورية السابق كان يقول بأن الدولة الكردية ما راح يجي وقتها من نار 50 ربما 100 سنة مقبلة، وهذا واضح. تعتقد أن الظروف الحالية في المنطقة وفي المجتمع الدولي بشكل عام يسمح فعلا لإقامة دولة كردية؟ ماذا قلت السيد مسعود برزان؟ لا صعب طبعا. مطلبي الأول منك كان تأجيل القصة الاستفتاء بعد ما فهمت أنه ما دا يصير حديث بينه وبين الحكومة، وبدأت حركة غير اعتيادية لبعض الدول الأوروبية، تعال افتهم وقف على كيفك، لا تسوي استفتاء على كذا. فأنا رحت معايك مع مجموعة من الأخوان النواب وأخوان آخرين وطرحت عليه موضوع تأجيل الاستفتاء قبل يومين من الاستفتاء، شفته مصر، فقلت له تحدثت معاه بكل صراحة أنه أولا إذا أنت مصر على الاستفتاء وما راح تأجله فيجب أن لا تتحقق أي قضية، هذا قبل المبادرة، أي قضية عملية بعد الاستفتاء ما نهائيا. وثانيا أنه قضية كركوك تعامل بهدوء وضمن الدستور. وثالثا وحدة العراق هي السليمة وتقعد في حوار مع بغداد، هذا كان قبل الاستفتاء بيومين. ومن رجعنا وصار الاستفتاء طرحت هاي المبادرة اللي تعرفها حضرتك. هل يعتقد سيد مسعود برزاني بأن الوقت قد حان لإعلان دولة كردية فعلا؟ والله هو على ماذا يستند؟ هو مو هو مو الدولة الكردية، هو يشتكي من الشراكة، يشتكي من التعامل، يشتكي من الانفراد بالقرار، يشتكي من المحاصصة، يشتكي من الإهمال، يشتكي من تصعيد المواقف ضدهم. مو على هذا الموضوع، هو محق بهذه الشكاوى؟ نعم. مثل هذا النوع من الشكاوى هو محق؟ لا، بي قسم منهم طبعا محق. قسم اي طبعا قسم منها. قسم منها اي قسم منها محق. يعني احنا من تفرد التفرد واضح، يعني ما يشترون بقية القوى بفلس انه تعال يا ترى اكو هيجي نتباصر وياكم نتذاك، ماكو هالحكي، هذا ما يصير. هذا لما نتواجه التحالف الوطني بهذه الحقائق يقول بأننا على الرغم من أننا الأغلبية في داخل مجلس النواب والدستور يسمح لنا بالانفراد فعلا، لكن نرجع في كثير من القوانين والقضايا وتشكيل الحكومة إلى قوى أخرى. أبدا، رجعون مجلس النواب اللي هم مسيطرين عليه، وانتخابات النواب ما كانت انتخابات نسيها،
لا بال 2010 ولا قبلها ولا بال 2006 يمكن صارت انتخابات ولا بال 2014. لهذا احنا المفوضية يعني نشوفها مو صحيح تبقى هاي المفوضية. الانتخابات شابتها ثلاث اشكالات. اولا يعني ما لم تكن نزيهة بمعنى نزاهة. ثانيا شابتها ضغوط واجتثاثات واسعة النطاق. على اساس قانوني لو غير قانوني؟ لا بل هي قانون مزاجي. مزاجي طبعا. وثالثا تدخل دولي سافر اقليمي خاصة سافر عينك عينك. تدخل بشنو بالضبط؟ شنو الشكل هذا؟ ما فزنا بعد اكثر من هذه ب 2010 اي فزنا بالانتخاب. قال لك لا حتى ما فايز. يعني شو ما فايز؟ مو هذا الدستور يقول ما فايز. واخروها 10 اشهر وغيروا القوانين وسووا وراحوا وجابوا والله شنو احنا ضد اياد علاوي وضد العراقيه. بينما احتفالات الناس استمرت والله 3-4 ايام بالنهايه. فلهذا ما واحد يقدر يعول على الانتخابات من الشعب الماضي يعني مال قبل 2016 كتبت لهم رساله قلت يا اخي خلي يصير 65% نزاهه بالانتخابات مو اكثر من 65%. وهذا الطموح هذا على رسمي بالرساله وكلهم استجابوا وقالوا هي احنا وياك وكذا والى اخره. والنتيجه الى حد الان تدور القضيه في حلقه مفرغه. البعض يقول بانه الانتخابات في العراق لا تغير، يعني حضرتك الان تقول لا نعول كثيرا على انتخابات غير نزيهه ومفوضيه ايضا تعتقد حضرتك انه هي غير نزيهه. اقول ان التعويل على لا مو غير نزيهه، اعتقدها غير كفوه. غير كفوه او خضعت الى المحاصصه. تعتقد انه الانتخابات الجايه واللي بعدها ممكن تغير شيء من الواقع لو لا؟ طالما ما تغير شيء من الواقع دكتور كيف تصف السيناريو الذي يتحدث عن محاوله انهاء عمر مجلس النواب بعد الاربع سنوات التقويميه وبالتالي تاجيل الانتخابات الى اشعار اخر؟ والله هي مو الانتخابات، ترى المشكله مو بالانتخابات بس، هي المشكله اساس المشكله بالعمليه السياسيه. بس اعاده انتاج المشاكل لا العمليه السياسيه فشلت من خلال الانتخابات ان تكون عمليه سياسيه شامله للعراقيين. وبقت عملية سياسية تقوم على الطائفية وعلى المحاصصة وعلى الطائفية السياسية بفعل وعلى أدوات الآخرين وعلى التهميش والإقصاء. جيد، بفعل أدوات محددة طبعا. هاي الأدوات بعدها موجودة دكتور. السلطة هو ولهذا الآن إذا ما صار تعديل فأكو ناس أنا منهم ما راح أشتكي من الانتخابات ولكن ما راح أهرب، سأقف ضد العملية السياسية سلميا وأقول هاي العملية السياسية لم تعد لائقة بالشعب العراقي ولا بكرامة الشعب العراقي. دمرت العراق يا اخي العمليه السياسيه. هل ترجح والله بحجه عندنا عمليه سياسيه تلزم الامريكي يقول لك عندك بوليتيكال بروسيس يا عمليه سياسيه. اخي وينك عمليه سياسيه؟ يوم تتدخل ايران، يوم تتدخل تركيا، يوم يتدخل مدري منو، يوم تتدخل جزر القمر الى اخره، شنو القصه؟ وين العمليه السياسيه؟ هل فعلا ان هناك بالمجتمع الدولي من يدعم فكره ان لا تجرى انتخابات في العراق من الاصل؟ ما شايف يعني ما سامع. لا ما سامع. ترجح هذا يعني هذا الاحتمال ممكن ان يكون مخرج وحل؟ مو حل هذا ما يكون تعليق هذا المشاكل. ما يكون حل يعني تعرف لازم خلي تؤجل الانتخابات. الحل الحقيقي هو تؤجل الانتخابات بس بشرط ان تنوضع اسس سليمه لاجراء انتخابات. هسه ما نريد نقول 100% نزيهه ولا 90% ولا 70% 65% نقبل. هذا اذا ما يصير راح تبقى العمليه السياسيه مثل ما هي. هم يوم يلزمك يقول لك انت ما تصلي، يوم يلزمك انت سني، يوم يلزمك انت شيعي مدني ما تؤمن بالدوله الاسلاميه، يوم يلزمك انت كردي، يوم يلزمك انت مسيحي. هذا شيء خلصها يا اخي. وشلون راح نطلع من نظام المحاصصه يعني؟ دكتور هناك الآن محاولات فعلية جدية للخروج من المحاصصة قد تلتقي في بعض الأحيان مع الرؤية اللي تطرحها منذ سنوات واللي تتعلق بإنهاء المحاصصة والذهاب إلى دولة مدنية ومثل ما قلت منها مراجع دينية. هل هناك فرصة حقيقية للالتقاء بين هذه القوى السياسية المختلفة بالأيديولوجية والتوجهات في إطار انتخابي واحد؟ والله هسه أكو هالمحاولات تصير، لكن المشكلة هي هل يصلح قانون الانتخابات؟ هل ستكون هناك مفوضية لا تعكس المحاصصة؟ هل سيكون هناك عدم تدخل من السلطة أو امتدادات السلطة
سواء كانت من هذه الجهة أو تلك الجهة في مسائل الانتخابات وأدوار الانتخابات. هاي كلها ما ضمانات إلها. هل راح نضمن أنه دول أخرى ما راح تتدخل في شأن الانتخابات؟ هل نقدر نضمن أنه بالنتيجة من يكون الفائز؟ تجي دولة تقول أنا ما أقبل بهذا الفائز. هاي كلها مسائل يجب أن تبحث. ومن هذا المنطلق أنا طرحت اللقاء الوطني والحوار الوطني من أكثر من سنة حتى نناقش مسألة الانتخابات تحديدا وكيف تصلح العملية السياسية وكيف يتم إصلاحها. أنا بصراحة أشوف أنه بواقع الوضع الحالي ماكو أمل بإصلاح، ولا الانتخابات راح تأتي بقوى قادرة على إصلاح العملية السياسية إذا استمرت الحالة ومرشحة أن تستمر بهالشكل. فيكون عبث الحقيقة الدخول بانتخابات ونراوي العالم أنه أكو شرعنة وشرعية بالانتخابات وشرعية بالعملية السياسية واللي هي موجودة شرعية. هل يعني ذلك بأنك لم تتحرك إلى غاية الآن باتجاه قوى سياسية، وعلى الأقل قوى سياسية تحرك اتجاهك لإقامة التحالف؟ ماذا يصير تحالف؟ ويا منه بالضبط؟ والله وعى قوى كثيرة. الصدريين منهم ممكن أن يكون طبعا التحالف. الصدريين وغير الصدريين يعني نتحرك مع الكل تقريبا، اللي حتى اللي مختلفين وياهم بالأيديولوجيات لكن ضمن قاعدة من التفاهم. هل سيحصل تفاهم أو لا يحصل؟ احنا نريد نبني قاعدة من التفاهم. التفاهم للدخول في قائمة انتخابية واحدة؟ لا، التفاهم على مستقبل العراق. هو من ندخل بقائمة هو مو من أجل الفوز، ومن واحد يدخل بقائمة ويريد يفوز هو حتى يحقق الطموح مالته فيما يتعلق بالعراق. هل نستطيع القول بأن نريد مثلا على سبيل المثال نريد نتفق ويا ناس يقول لك احنا ضد المحاصصة، نريد نتفق ويا ناس يقول لك احنا مع دولة المواطنة، مع العدالة، مع المساواة، مع بقيام المؤسسات، مع إلغاء اجتثاث البعث وتحويله إلى قانون وإلى القضاء وإلى السلطة القضائية؟ هذول طبعا يكونوا قريبين لنا. هل نستطيع القول بأن السيد مقتدى الصدر قريب للطرح اللي تطرحه حضرتك، أو ربما تكون قائمة جنابك مع قائمة السيد مقتدى الصدر ولي؟ لا، احنا دا نجري تفاهمات الآن، يعني ما أقدر أقول احنا ويا من راح نصير ويا من ما راح نصير إلى حد هسه. نريد نشوف نتلمس الطريق، من هو يقف مع قناعاتنا ومن هو لا يقف مع قناعاتنا. الشيء اللي أقدر أقوله بكل قوة الآن وبصراحة أنه إحنا ما مستعدين نمضي بطريق طائفي، لا شيعي ولا سني، لا مع السنة اللي يطرحون الطريق الطائفي ولا مع الشيعة اللي يطرحون الطريق الطائفي ولا مع القوى الجهوية التي أساءت إلى العراق. هذا مستحيل ندخل به إحنا. هل تجد أن السيد مقتدى الصدر قد حد وهو مقبل أيضا على مظاهرات وربما مناهضة لقانون الانتخابات وللنظام المحصصات القائم؟ هل تجد أن السيد مقتدى الصدر بعد التحديث الأخير لخطابه هو قريب من التحالف لبناء دولة مواطنة حقيقية؟ إيه، جدا قريب. قريب جدا 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 يعني ده يقترب أكثر، ده نقترب من بعضنا أكثر بسبب طروحاته ومواقفه. وأنا أرسلت له رسالة في ما يتعلق برفضنا لعدم تغيير المفوضية أو لطرح مفوضية بإطار المحاصصة، بديلة بإطار المحاصصة. استجاب الرجل يعني وده يطلع مظاهرات بهالاتجاه هذا. فلهذا احنا يعني هذا أكو نوع من التقارب الجدي مع هذا التيار، ووطنيته لهذا التيار بدأت تتكشف يوم بعد يوم فيما يتعلق على الأقل بأنه يريد انتخابات بها نزاهة لا أكثر ولا أقل. خليني دكتور روح الفاصل وأرجع لجنابك حتى نفتح محور المبادرة الوطنية أو التسوية الوطنية بشكل عام بهذا الصدد. سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود نكمل هذا الحوار. من جديد مرحبا بكم سادتي المشاهدين الكرام، اعود لضيفي الكريم الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهوريه. مرحبا بحضرتك دكتور. من جديد دكتور، طرحت بآب 2016 مبادره وطنيه، مبادره تهدف الى الحوار الوطني الشامل. زامنت معها او سبقتها قليلا مبادره السيد عمار حكيم، مبادره التسويه الوطني طبعا، ومبادرات اخرى في هذا التوقيت. قبلها طبعا الكل كان يتحدث عن مرحله ما بعد داعش. قبل هذا التوقيت رايحين انتم كزعماء سياسيين للجلوس على طاوله حوار فد 10 15 مره.
كل هذه المبادرات ما أنتجت حل حقيقي، تقارب حقيقي لبناء عملية سياسية قادرة على إنهاء المشاكل في العراق. من جانب الناس الآن بدأ الدكتور تيأس من إطلاق هذه المبادرات أصلاً. من جانب آخر أسأل، ما الذي يمنع هذه المبادرات من أن تمضي باتجاه حوار وطني تاريخي شامل؟ خلي شوي أرجع لك لي وراء بالتاريخ. يعني أول حوار صار حقيقي بال 2010 وتم إعداد وثيقة سميت بوثيقة أربيل للاتفاق السياسي بين كل الأطراف، وكان هدف هاي الوثيقة هو تهدئة وتميع المواقف حتى يستلم الائتلاف الوطني الحكم بدعم وموافقة بدعم برفض العراقية ورفض من قبل إيران ومن قبل أمريكا. هاي الاتفاقية انشرب عليها غلاس مي من قبل القائمين على الأمر اللي هم بيدهم السلطة. وقعوا الاتفاقية وما نفذوها؟ وقعوا وما نفذوا شيء منها. وراح وقعوا اتفاقية ثنائية، توقع اتفاقية نشرها الأخ مسعود ثنائية بينهم وبين الأخ مسعود ويا التحالف الكردستاني باستثناء القوى السياسية الأخرى. واستثناء القوى السياسية يعني التفاف من الظهر يعني. وهذا الموضوع بالنتيجة بالتأكيد صب في عدم أن يكون هناك انعدام أي توافق سياسي، وصار ما صار وبدت الدنيا وبدت الاتهامات تكال إلى هذا زيد وعمر، قسم منها أو جزء كبير منها مبني على الوهم وعلى كذب ونفاق. من صارت انتخابات 2014 مرة أخرى، أنا بالنسبة لي صار إلحاح ووعد رسمي من كل الأطراف أنه ملف المصالحة الوطنية أنا أشرف عليه، وأنا عندي تصور كامل لموضوع المصالحة. المصالحة هي مو بالكتب والفلسفة والمؤتمرات، المصالحة هي إجراءات 1 2 3 من سلطة عليا، من سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية بالدرجة الأساسية تعتمد على السلطة التشريعية باتخاذ قرارات، عفو، اطلاق سراح المعتقلين، اجتثاث البعث يتحول الى القضاء، انتهاء من هذا المحاصصة الى اخره. هاي كلها ما كلها بالرغم من الاتفاق. وانا ما شفت اسسنا برئيس الجمهورية بصراحة، اقول لك يعني وعد علينا بالتلفزيون يعني، لكن اصروا علي انه هذا الملف يكون لك وانت خير من يقوم بهذا العمل، فوافقت انه عسى ولعل انه ينهج العراق نهج جديد غير النهج السابق. هذا ايضا صار التفاف عليه. من الذي يلتف دكتور الخلل ميمن؟ بالائتلاف الوطني بالدرجه الاساسيه بالتحالف الوطني طبعا، وشركاء ما يتحملون يعني من وقع معه شركاء وين خلوا شركاء؟ هذا مو طرد العالم. من هو الأخ رئيس الوزراء؟ مو قال يا بقى تطلع وتبطل وانت ما ادري شنو وانت كذا يعني بدون تشاور. دكتور حيدر العبادي تقصد اجراء اللي سميت بالاصلاحات؟ الاصلاحات ماكو شيء، ما وين هالاصلاحات؟ مع العلم احنا مو ضد الاخ حيدر، انا قلت له قايل له عده مرات وانا احترم الاخ حيدر، قايل له يا اخي احنا عمق لك استراتيجي، اجى ذول النواب الرئيس يطلعون، نواب رئيس الوزراء يطلعون، نواب ما ادري ايش يطلعون. ف هاي بالنسبة لي كان عندي عيد الحقيقة. لما قالوا لك انه منصبك انتهى و اي والله ليش؟ عيد لان ما يشرفني اشتغل هنا. بصراحة. ما يشرفك تشتغل دكتور بهذا المنصب لو بالعمل السياسي؟ لا لا بالعملية هاي السياسية الإدارية الحكومية يعني ابقى بحالي حال الشعب العراقي. يعني احاول من خلال الشعب بشكل عام. دكتور اقول ان الدكتور حيدر العبادي استلم الحكم هسه هو مو هو شرط هو اللي متسبب فيها. نعم انا بدي اسال حضرتك سؤال اخر. هو يقول اني والله المرجعيه قالت لي، المرجعيه يقول لهم احنا ما قايلين. المرجعيه قالت لي امضي بتلبيه مطالب الناس والمتظاهرين. ايه هذا ما هي هذا الحكي. فيا ليش تالي المحكمه انا ما قدمت دعوه ولا شكوى، بس الاخ اسامه قدم دعوه. فالمحكمه ورا فتره قالت يابا هذا مو قانوني النظام، بس ورا سنه ما ادري ايش قد. ف حكيت ويا رئيس الجمهورية قلت له إذا توضح المادة اللي تتعلق بدور الرئاسة بالسلطة التنفيذية أنا أشتغل.
كغرفة تشريعية، كغرفة تنفيذية ثانية. اي رئاسة الجمهورية غرفة تنفيذية. فقال لا هو هي شيء، احنا راح نعد نسوي مذكرة، نسوي قانون، ونسوي القانونين اللي عندنا اللي يدرسون هذا الأمر. فما ردت، كانت بادية مال داعش، قلت هسه تعال اطلع انت وسوي لك بيان وسوي لك كذا، والعراق ده يخوض معركة مع أعتى إرهاب، معقولة هذا الحكي؟ يقول لك لو خاف يا لو انهزم لو كذا. فبقيت ساكت يعني، بس ولكن وصلت الأمور إلى مرحلة ما واحد يقدر يبقى ساكت عنها. لا انتخابات نزيهة، لا عملية سياسية سليمة، لا اقتصاد موجود. ما تعتقد أن الدكتور حيدر العبادي نجح شيئا ما في إدارة الأزمات في العراق، خصوصا فيما يتعلق بالأزمات الأمنية والاقتصادية وفي بعض الأحيان السياسية؟ لا، هو شوف، أنا أقول لك بصراحة، أنا رأيي أنه الأخ العبادي ما يمتلك نزعة شريرة أو نزعة إيذاء انفعالية، ما يمتلك هالنزعة، وذا يحاول يسوي شيء، بس هو أيضا أسير ظرفه، مو هو يعني مستقل. أنا قلت له الأخ العبادي من صار رئيس وزراء قبل ما يستلم أو قبل ما يشكل، قلت له أترك حزب الدعوة وبعدين أرجع أصير بحزب الدعوة، من تخلص شغلتك رئيس وزراء. فأنا أعتقد يعني هو عدة نوايا خيرة، بس ولكن هو هاي الملفات ما نجح. ملف الوضع الاقتصادي الآن مدمر، الوضع الأمني أتعس من السابق، هسه الخطف والكتل على قدم وساق، الوضع الاجتماعي، وضع السياسي، الاحتلال، قوات أجنبية، يعني حتى السيادة بدأت تروح بالعراق. كثير من الناس طلبوا من السيد العبادي أن يترك حزب الدعوة، هل تعتقد أن هناك اختلاف ما بين سلوك السيد العبادي وسلوك حزب الدعوة؟ يعني واحد منهم حضرتك ليش يترك حزب الدعوة؟ شنو السبب؟ ليش ما يترك حزب الدعوة؟ هو الآن رئيس وزراء العراق، يفترض هو ما يمثل حزب الدعوة، ولهذا نشوف احنا الآن القرار السيادي السياسي العراقي بيد التحالف، قسم من التحالف الوطني، مو بيد الشعب العراقي. مع ان الدكتور هاي الدعوات ما طلب من المالكي في حينها يترك حزب الدعوه، اقصد انه لماذا العبادي بالتحديد انطلب من عنده ترك حزب الدعوه؟ كثيرا مو بس حضرتك، لان شوينا بالتجارب السابقه. اها طبعا، وهذا لهذا طلب منه شيء. والسبب الثاني هو انفتاح العبادي، هو كرجل يعني كشخص عنده انفتاح، عنده استعداد للانفتاح. هل كان هناك تأثيرات؟ والمالكي احنا بالانتخابات احنا فزنا، مو هو فاز بل 2012 بدنا نسحب الثقة، وكانت احتجاجاتنا الدائمية والمستمرة انه يا اخي انفراد بالسلطة وتفرد بالقرار السياسي. هل كان هناك تأثير لحزب الدعوة على قرار السيد المالكي حينما كان رئيس الوزراء؟ والله ما أعرف، أنا هذا ما لي يعني علم به، بس ولكن وأنا ما أريد أتهم حزب الدعوة كله، وإنما في أوساط في حزب الدعوة وصلوا إلى سدة المسؤولية وما مستعد يتخلى عنها. يقول لك أنا ليش أتخلى عنها؟ ما أتخلى عنها، فهي مو قضية. وبعد العلم حزب الدعوة هم حزب نطى شهداء ونطى مناضل وتعب وركاض وإجا وراح ودمر يعني أشخاصه، بس هذا إدارة الموضوع بهالشكل مو صحيحة، ولا صحيح أنه يصير الاصطفافات على أسس طائفية ومذهبية. أنا قلت له بوقتها لأبو عمار الله يرحمه، من أجاني قال لي السيد دزني عليك، أريدك تصير أريدك تصير كيان شيعي، ما كان اسمه الائتلاف، لك ثلث ولنا ثلث والآخرين ثلث. قلت له أنا جاي عليه على القصة شلون؟ قال لي السيد يقول تأجدت في رئاسة الوزراء وإحنا نثني عليه حتى استمر رئيس وزراء. قلت له جيتك مجلس حكم، قلت لك اختارني رئيس وزراء؟ قال لي لا. قلت له رحت على غيرك؟ قال لي لا. قلت له مو أنتوا مفاجأة اختاريتوني كلكم بالإجماع رئيس وزراء؟ قال لي. قلت له ما أقول لك هذا صير رئيس وزراء بحكم طائفي، ما مستعد. ما تعتقد دكتور لو موافق في حينها على هذا الطلب كان من الممكن أن تحدث توازنا في داخل التحالف الشيعي؟ لا. ما كان يفكر السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه بهذا الإطار مثلاً؟ لا لا لا. ليش لا؟ لا يعني انت ما نادم على هذا القرار؟ لا لا، تركيبته غير شكل التحالف الوطني، بعض فصائل التحالف غير شكل، وجودها غير شكل، بسبب يمكن مجاملتها مع ايران، بسبب علاقتها مع ايران ما مستعده تاخذ ادوار واضحه، مع الاستثناءات طبعا، مو كل التحالف. انا اتحدث عن القوى الرئيسيه حينها في التحالف، يعني هسه الان تلزم على سبيل المثال للحصر الاخ هادي العامري، هادي العامري كان جزء من المجلس الاسلامي الاعلى،
ورجل فاضل ورجل ياخذ ويعطي ومرن ومرونه كامله عنده. حتى انا استغربت من ما وافقوا عليه يجي وزير داخلي بال 2014. يعني استغرب استغراب شديد، يعني مع العلم هو رجل نزيه ومحاور ومرن. وطوها الآن القاسم العرجي اللي هو أيضا رجل متمكن ورجل كان مع بدر ورجل مناضل ورجل شريف ورجل ما عنده هالرؤية الضيقة أبدا، لا هو ولا هذه العملي. فلهذا احنا ما نحكي على كل التحالف الوطني، احنا نحكي على بعض الفصائل وبعض الأشخاص داخل التحالف الوطني اللي هم ماسكين وزمام النقاط والسيطرة ما يقبلون أي إصلاح يصير. هناك من يعتقد أيضا وحضرتك ضمن اتفقت مع أن التحالف الوطني من الداخل قاعد يمر بمرحلة تحديث، يعني الكثير من الشخصيات داخل التحالف الوطني غيرت النهج السابق وبدأت تتصرف استجابة للشارع والانفتاح على القوى السياسية الأخرى. ضربت مثل حضرتك بدر، هذا التحديث والمقتدى الصدر وسيد مقتدى الصدر كذلك وإضافة إلى أشخاص آخرين. إلى أشخاص آخرين، ما تعتقد هذا التحديث يعطينا نوع من الأمل أو على الأقل ممكن استثمارا من القوى الأخرى؟ أكيد طبعا، مو بس هذا يعطينا أمل، مواقف المراجع الدين المحترمين يعطينا أمل، مواقف الشارع العراقي اللي طلع يصيح عن بكرة أبيه ضد المحاصصة وضد الطائفية السياسية ومع الدولة المدنية يعطينا أمل. النصف الآخر من التحالف الوطني الذي ما زال تقليديا كلاسيكيا متشبث بقضايا معينة، تعتقد أنه هو أقرب إلى إيران فعلا؟ تأثير إيران عليه خلي أكو تأثيرات إيرانية كبيرة، والتأثير الإيراني السبب الحقيقي لبقاء التحالف الوطني على هذا. بعد هم من وقفوا ضدنا علنا، إيران ما وقفت بالسر ضدنا علنا، قالوا احنا خط أحمر على العلاوي واعترفوا بيها. قلت له فأنا جاوبتهم بالتلفزيون، قلت ما إذا علاوي عليه خطأ كنت 90 و91 أحد آخر، أي واحد منهم يصلح يصير رئيس وزراء، ليش ما قبل قال لا خط أحمر على العراقية كلها النوب كلها مو كلها ودمره ورموزها بعدين بالتدريج. قبل أن نختم اللقاء مع جنابك دكتور، أود أن أسألك عن كنا نتحدث بالسابق عن مرحلة ما بعد داعش خصوصا في المناطق التي كانت تحتل من قبل داعش، الآن المشكلات على ما تبدو نسيت نوعا ما، على الرغم أنه هي مشكلات كبيرة من ضمنها عودة النازحين من ضمنها قضايا أخرى، هل تعتقد أن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية وكو تقصير حكومة باتجاهها أو الأمر سياسي أيديولوجي آخر؟ لا أكو رؤية ضعيفة، رؤية ضعيفة. أنا قبل حرب التحرير من داعش الموصل وغير الموصل وخاصة الموصل طلبت أن يكون أكو هيئة سياسية عليا عراقية تقود العمل في جانبي العسكري والسياسي لوضع أسس جديدة وخريطة طريق لمسألة التحرير وكيف يحصل التحرير وما بعد التحرير. واقتنعوا تضع رؤية لو تنفذ القرارات؟ لا هيئة سياسية تضع رؤية استشارية، تضع رؤية مو استشارية، هيئة سياسية تضع خارطة الطريق وأن تقود التحالف، هي التحالف الدولي، وحشينا ويا الحكومة وحشينا ويا التحالف الدولي، فراحوا من التحالف الدولي على الحكومة. هسه ما قالوا لي عليه من راحوا، بس راحوا على الحكومة يابا هاي فعلا خطة زينة ووضع زين وكذا وإلى آخره. قال له والله أكو ديمقراطية بالعراق، أكو مجالس محافظات ما نقدر نتخلى عنها ونشكل هيئة سياسية، وما صارت الهيئة السياسية، ولهذا صار التلكؤ هذا والخربطة هاي إلى حد الآن بعد تحريرها من داعش، ولا تزال الجثث تحت الأنقاض في بعض الأنحاء في الموصل، ولا يزال النازحين خارجها، وقسم من النازحين ما راح يسمحوا لهم. وهذا فقط إرباك إداري لو أكو شيء آخر؟ لا مو بس إداري، القرارات الحكومية لازم تصير واضحة. أقصد ماكو بعد سياسي، ماكو بعد سياسي، البعض يتهم بتغييرات ديمغرافية تأثيرات خارجية طبعا هذا موجود. جرف الصخر تغيير ديمغرافي في ديالة اللي يحصل تغييرات ديمغرافية واضحة، وبالنتيجة هو مو بس وضع خارطة للطريق، هو من ينفذ هذه الخارطة؟ من الذي ينفذها؟ ما أعرف، ما حد يعرف شيء من الذي ينفذ. إذا وخارطة ماكو أصلا، رؤية ماكو أصلا، ما شايف عن رؤية الحقيقة، يعني ما شايف رؤية. وتدري يعني حتى أكو تلكؤ في مسألة استثمار الدول اللي تريد تقدم مساعدات للعراق، مساعدات يعني قروض مسهلة
في إعادة أعمار العراق وهاصل المناطق. الدول اللي تنوي إعطاء القروض إلى العراق أكو تلكؤين باتجاه شنو؟ تلكؤ باتجاه تقديم الحكومة تردد تقصد هاي الدول تتردد تنطي للعراق مبالغ صحيح؟ شلون؟ أكو تردد لإعطاء العراق لا لا, لا 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 بريطانيا أعطت 12-13 مليار دولار فيردون بس يردون الأوليات الأولويات ويردون المشاريع إلى حد الآن ما تقدرت مشاريع لهم. كان عندي أحد الوزراء الأخوان العزاء اثنين من الوزراء قبل مدة قليلة يقول لك ماكو رؤية لما يجب أن تكون عليه المشاريع نقدم ونرجع لي وراء فماكو هاي المشكلة. تمن تقول له يا با أكو خارج الطريق هسه يريد يروح يرجع للموصل غير أكو مجاري أكو ماي أكو كهرباء أكو مستشفيات وينها؟ مع العلم الدول يقول لك احنا مستعدين نطي وهاي الفلوس جاهزة بس يعطونا الأولويات ونتحرك احنا. وهذا تقصير حكومي فقط؟ ها؟ هذا تقصير حكومي فقط؟ لا تقصير من الحكومة تدير الملف هذا. جيد، في ختام هذا اللقاء لا يسعني ان نتقدم بشكر جزيل لسيدنا أبو رئيس الجمهورية الدكتور عيد علاوي، شكرا جزيلا لنظام حضرتك شكرا معنا دكتور. وانتم سادة المشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة، التقيكم في حوارات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا شكرا فيك، شكرا يا هلا بيك.